تحت شعار من أجل انعاش عقاري مواطن، نظمت جمعية المنعشين العقاريين بمدينة القنيطرة المغربية المعرض الجهوي الأول، وبتعاون مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، بمشاركة عدد كبير من المهنيين والعقاريين والشركات ذات الصلة بالبناء المستحدث على الساحة الجهوية بمدينة القنيطرة. هي مناسبة لتحسين الأداء العام الذي سيساهم في تسليم سكن لائق يصون كرامة المواطنين، يساهم في ترويج اقتصادي، لكن بالأساس يراعي مسألة الجودة ومسألة تحسين فضاء العيش وإطار الحياة. يهدف المعرض الأول إلى طرح آلية ممنهجة للبناء الجيد ولتسهيل المواطن على اقتنائه بشكل سهل، وإن خير دليل على هذا الهدف هو مشاركة العارضين والمهندسين والمؤسسات الدولة وشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة والبنوك وشركات التأمين وكل من له علاقة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى الموثقين. يقوم الموثق بتحرير وعد بالبيع بين الأطراف ليمنح لي صلاحية للمشتري الحق في طلب قرض من أجل تمويل ثمن البيع، وحينما يحصل المشتري على القرض يقوم الموثق بتحرير العقد النهائي، والذي بمقتضاه سيتم تسجيله في مصلحة الضرائب وتقييده في المحافظة. جاءت فكرة إقامة معرض حتى يلتقي كل المتدخلين في العقار، حتى نلتقي بالزبائن، حتى نعرف بمدينة القنيطرة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي. لقينا الإقبال تبارك الله من مدينة كازابلانكا، هي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، لقينا من الرباط، بيجونا من الخميسات، من طنجة، في إقبال على هذا الشيء وحبذوا هالفكرة هذا، مما جعلنا أنه نعمل افتتاح أكبر ورسمي للشركة ونمتد بمجال أكبر بالمملكة المغربية على نفس النظام إن شاء الله تعالى. جاءت فكرة المعرض الجهوي بالقنيطرة من حيث المساحة الواسعة منها الزراعية وعقارية البناء، بالإضافة إلى قربها من العاصمة المغربية، حيث تبعد عن العاصمة حوالي 40 كيلومترا شمال الرباط، وكذلك تشهد المدينة نموا سريعا في مجال البناء والتطور العمراني. لبلاد الفضائية عقيل صالح، مدينة القنيطرة المغربية.